زياد سلام اولا هاني هذا النتيجه شكرا جزيلا. واش كانت النتيجه متوقعه من الاول ولا النتيجه كانت الخدمه بعد خدمه كبيره برشا النتيجه كانت نجم تكون متوقعه خاصه في تراب عربي في المغرب العربي هنا نعملوا نتيجه لهنا ننوروا العرب الكل وننوروا افريقيا الكل الحمد لله يا ربي الحمد لله عايش. إذن وش هذا نتيجة للتدريب القوي يعني التدريب القوي تحضيرات قوية تضحيات كبيرة جدا قمنا بها والحمد لله ربي نصرنا الحمد لله ربي نصرنا ونورنا بلادنا. المرة الأخيرة كنت نفس النتيجة ولا هذه المرة الأخيرة كنا ثانيين في العالم فيس شامبيون دو موند عملنا ونا في لي دوزيام مانتنو ونا غاني لو تيتر الحمد لله الحمد لله هذا الحمد لله شرفت حتى المغرب لان شفت الجمهور كله معاك كله معنا الحمد لله بطبيعة الجمهور معنا المغرب العربي لهنا نلعبوا في بلادنا كاين في بلادنا في تونس الحمد لله عايش ونتمنوا هذه تعطي واحد الدفعة قوية لتونس كلها تونس والمغرب العربي وافريقيا كلها شكرا بارك الله فيك فاتيا